بطبيعة الحال لوبجيكتيف ديالنا هو لو سات نرفعوا لو تروفي، فهو بالنسبة لنا واحد لوبجيكتيف اللي خدامين عليه هادي عامين. فبالنسبة لتيتري اللي ان شاء الله كان من نصيبنا وما غنزلوش يدينا عليه حتى نرجعوا معنا المغرب ان شاء الله بإذن الله. فبطبيعة الحال غادي اول حاجة نفكروا فيها اللي هي سيدنا نصره الله، فرجعوا الكوب في يدينا ورجعوا الجماعة المغربية ان شاء الله.